السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة جايبة لكم وصفة عيش الكريب. بالدقيق الاسمر، القمح الكامل، مش الدقيق الابيض اللي احنا متعودين عليه، وطعمه حلو قوي، وممكن تستخدموه كعيش عادي في الاكل، يعني في الفطار او في العشاء. حلو قوي وبيشبع، وطعمه كمان حلو، مش اللي هو بناكله واحنا متضايقين. دي المكونات بتاعتنا، هم 2 كوباية الا ربع لبن، و2 كوباية الا ربع دقيق اسمر اللي هو دقيق القمح الكامل. هو بيتباع عادي في السوبر ماركت، وتقريبا ب10 جنيه، مش غالي. وبضاية وعليها فلفل اسود وملح. اللي حابب يستغنى عن البضاية خالص مفيش مشكلة، للي بيحب الكريب ناشف. وفي ناس اصلا بتعمل بالمية مش باللبن، بس انا بحاول يعني اعلي القيمة الغذائية. واللبن ده نص دسم، يعني انا غليت اللبن وشلته في التلاجة، وطبقة القشطة انا شلتها خالص عشان يبقى الدسم بتاعه قليل. هنجيب الطبق اللي احنا هنعجن فيه، يعني حطيت اللبن والبيضة وهقلبهم كويس بالمضرب، المضرب اليدوي العادي. وبعد كده هنزل بالدقيق بالتدريج شوية بشوية، بس انا زودت شوية لبن لاني حسيت الخليط يعني تقيل شوية، انا كنت عايزاه يبقى خفيف ما يبقاش تقيل، لان هيبقى سمك الرغيف تخين شوية. الدقيق ده انا جربته في التوست، تحفة، في الفينو جميل، للناس اللي بتحب المعجنات. طبعا مش نفس الطعم الحلو بتاع الدقيق الابيض بتاعنا، بس هو حلو مش وحش، ومع التعود هيبقى يعني الواحد بيتقبله عادي. يعني انا هحط معلقة زيت واحدة، ممكن برضو تستغنوا عنها. يعني بحاول على قد ما اقدر يبقى الاكل بتاعنا صحي الى حد ما، مش ماشي على نظام قاسي او ان انا اصعبها على نفسي في الاكل، لا انا بس يعني بحاول اعمل حاجات عادية. هنا جبت طاسة الكريب بتاعتي، ما دهنتهاش اي حاجة، بس خليتها درجة حرارتها متوسطة، وحطيت الكريب بالكبش عادي كده، وفضلت احرك فيها لحد ما بقى دايرة كده زي ما انتم شايفين. اول ما يبدأ يتحرك معايا هقلبه. هنا الشكل اهو، بعد ما اخد اللون من فوق ومن تحت. اللي حابب طبعا يكبر الرغيف او يصغره، دي بتاعتكم انتوا على حسب ما انتوا عايزين. وطري جدا وممكن يتشاف في الفريزر عادي خالص. ده الفيديو بتاعنا النهاردة، واتمنى ما كنتش طولت عليكم. السلام عليكم.